الطفل صالح عطية راعي غنم ودواجن سيناوي، كان يقيم مع والديه في بيت صغير بالقرب من بئر مياه داخل أراضي سيناء. وقصته باختصار هي أن المخابرات المصرية كانت تريد تجنيد والده كعميل لصالحها للحصول على معلومات من المعسكرات الإسرائيلية بعد نكسة 1967، ولكن خطرت ببال الرائد كيلاني الضابط المكلف بتجنيده فكرة تجنيد الطفل بدلا من والده بعد أن لاحظ نشاط الطفل وهمته أثناء زيارته لبيت الشيخ عطيه. وبدأ تجنيد الطفل صالح وأخذ يتلقى دروسا على يد الرائد كيلاني لجمع المعلومات، وجندته المخابرات المصرية في قلب المعسكرات الإسرائيلية في سيناء 1969. وكانت مهمة صالح إنه يقوم بدور بائع بيض في معسكرات الإسرائيليين في سيناء، وأثناء عملية البيع يقوم بجمع المعلومات عن أعداد الجنود وأماكن نومهم والمعدات الموجودة بالمعسكرات. واستطاع تكوين صداقات مع الجنود الإسرائيليين. صالح ناقل للقاهرة خرائط للغام المحيطة بالمعسكرات الإسرائيلية. صالح تمكن من الحصول على ماكن مولدات الكهرباء وخزانات المياه، وظل الطفل يجمع المعلومات ويبلغها للمخابرات إلى أن تم تدريبه على وضع أجهزة تجسس دقيقة داخل حجرات القيادات، وقام بزرع 55 جهاز. وتمكنت المخابرات المصرية من خلالها إلى الاستماع لجميع ما يحدث داخل وحدات قيادة الجيش الإسرائيلي. وقبل حرب أكتوبر بشهر تم نقل صالح ووالده الشيخ عطية وأمه مبروكة علم الدين إلى القاهرة لضمان سلامتهم. وفي حرب أكتوبر تم تدمير المعسكرات الإسرائيلية وبادتها بالكامل. صالح عطية بطل لم نسمع عنه من قبل.